هنروح لخبر تاني وهناخدكم بقى لروسيا، وده طبعا خبر بيهمنا جميعا، كنا ننتظره منذ فترة طويلة بعد كأس العالم. أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف اليوم الجمعة أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، وخطة استئناف الرحلات في النصف الثاني من فبراير الجاري. فده شيء احنا بنتكلم فيه أسبوعين، ما زالت قائمة مشيرة أنه سيتم تشغيل حوالي 5 رحلات أسبوعية بين البلدين. ده خبر مهم جدا، أهميته أولا سياحة، أهميته الروس مهمين جدا في المناطق السياحية خاصة وتحديدا منطقة جنوب سيناء في شرم الشيخ. فإنه دايما لما تروح شرم يا معتز يقول لك إيه، بس الروس لو موجودين صح. فده خبر لأهل شرم الشيخ، يعني أعتقد هيساعدهم جدا. إن شاء الله خير. معنا على التليفون الأستاذ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير هشام بيه. اهلا بحضرتك يا استاذ معتز، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يبارك في حضرتك. احنا يعني بنستفسرين خير بالتغييرات اللي حصلت عندكم في الوزاره، ويا رب يكون دي كده مقدمه لخير كبير ياتي في قطاع السياحه. هات ايه تعليقك على العلاقه او النشاط السياحي الروسي اللي قادم في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ طيب اولا بشكر حضرتك على السؤال، وخليني بس اقول لحضرتك ادي لحضرتك بس بريف صغير كده عن السوق الروسي. السوق الروسي طبعا كان بيمثل لمصر أكثر من 25-30% من حجم السياحة القادمة لجمهورية مصر العربية، وكان أكثر من 98% منه كان بيتجه إلى المنتجعات المصرية في جنوب سيناء وفي منتجعات البحر الأحمر. طبعا لما انقطعت السياحة الروسية عن مصر منذ أكثر من عامين، من أكتوبر بالتحديد أكتوبر 2015، طبعا تأثرت مصر جدا بشدة، نتيجة طبعا لأن عامل المخاطرة زي ما حضرتك عارف كان عالي جدا، لأنك بتعتمد على سوق معين أو على أنماط محددة لسوق معين، فلما بيحصل فيها أي تدهور فبتأثر سلبا على السياحة. طبعا مؤخرا طبعا نتيجة الحقيقة العديد من المباحثات اللي قامت بها العديد من الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص وقطاع المستثمرين، الحمد لله الطيران الروسي او الطيران حركه الطيران هتستأنف بين الجانبين. الحقيقه انا برضو عايز انوه لحاجه، ان ما كانش في منع للروس ان هم يجوا مصر، يعني احنا كان الروس كانوا بيجوا مصر بس عن طريق شركات اخرى، لان الطيران الروسي والطيران التشارتر اللي هو برضو كان بيمثل حجم كبير جدا من الحركه السياحيه من الروس ما كان متوقف، ولكن الروس كانوا خلال العامين الفائتين كانوا بيجوا لمصر بس بأحجام أصغر بكثير جدا. طبعا مع عودة الحركة بين روسيا ومصر للقاهرة بس، هي لسه ما رجعتش لشرم الشيخ ولا للجردقة، أنا شايف إن ده طبعا دي خطوة جيدة جدا جدا، بتدينا فرصة إحنا كقائمين على صناعة القرار في قرار السياحي في مصر كحكومة وكقطاع خاص أو قطاع مستثمرين، ان احنا بنعيد ترتيب اوراقنا، لان طبعا النمط السياحي هيختلف عما كان ذي قبل تماما. هتيجي طبعا مش هنعتمد على الماس برودكشن او على السياحه الكم، لازم نعتمد على الكيف. عندنا فرصه كويسه جدا جدا ان احنا نقدم لهم منتجات جديده هم ما يعرفوهاش، لان هم طبعا كانوا زي بقول لحضرتك كانوا بيروحوا الشواطئ اكثر منها القاهره او الاقصر او اسوان او ما الى ذلك. بنشوف طبعا دلوقتي مدى إمكانية إن احنا ننقل أو يكون في طبعا إمكانية نقل السياح لشرم الشيخ أو للجردقة، بس طبعا ده هيتوقف عليه الـ 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 القرار أو الـ 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 الاتفاق بين الجانب المصري والجانب جنبي الروسي. هم سمحوا بطياراتهم تيجي لنا القاهرة، إيه اللي في مطار القاهرة خلاهم يجوا لنا ومش موجود في الغردقة وفي شرم الشيخ؟ الحقيقه مش اقدر اجاوب على حضرتك السؤال ده، لان مش مختص انا بالحته بتاعه المطارات، انا راجل بتاع تنشيط السياحه انا يعني، بس هي انا مش عارف. بس هم طبعا في العديد من الزيارات اللي تمت وكان في متطلبات من الجانبين مش من جانبهم هم بس، وده كان على مدار العامين الفائتين، والحمد لله توصلوا لاتفاق بين الجانب المصري. طيب سؤال تاني بس تأكيدي من حضرتك أستاذ هشام، هل يعني معنى كده أن هم هيبدأوا يبقوا موجودين في مطار القاهرة وحتنزل الرحلات، هل هيتم بقى نقلهم بقى بالأتوبيسات مثلا لحد شرم لو في حد عايز يروح، طبعاً أو الغردقة أو الأقصر؟ يعني إذن في برضو تعامل مع وسائل النقل المصرية الداخلية؟ طبعا في تنسيق، الحقيقة في تنسيق بيننا وبين أولا مصر الطيران وبين كل الوسائل، وطبعا اتحاد شركات السياحه. احنا بس مستنيين القرار، لان هو لم يستأنف بعد، هو قالوا ان هو في النص في خلال اسبوعين في خلال اسبوعين من دلوقتي، فاحنا طبعا
بنعمل كل يعني الخطط بتاعتنا. حضراتكم بتعملوا كل الجهد تبقى للمعلومه بحيث ان بالظبط وقد تاتي المعلومه بانه الاستئناف ليس فقط لمطار القاهره وربما لمطار الغردقه او شرم الشيخ، فيبقى خير هم اللي أعلن يعني خيرا اكثر يعني هم طبعا هم اللي اعلنوا قبل كده ان هم هيبداوا بالقاهره وبعد كده هيشوفوا مطارات البحر الاحمر. استاذ هشام الدميري رئيس هيئه تنشيط السياحه، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، وفي انتظار هذه الرحلات باذن الله. شكرا لحضرتك.